الرئيس السيسي يستقبل نظيره الكرواتي زوران ميلونوفيتش بقصر الاتحادية. أكثر من 640 قتيلا في سوريا وتركيا جراء زلزال بقوة 7 درجات و19 درجة، ومصر تعرب عن تعازيها واستعدادها لتقديم المساعدة. استشهاد 5 فلسطينيين في عملية دهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب أريحة. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش. نشرة أخبار جديدة تأتيكم من النيل للأخبار، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش وقرينته، وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف الموسيقى العسكرية السلام الوطنية للبلدين، وعقب ذلك استعرض الرئيسان حرس الشرف. هذا ومن المقرر عقد جلسة مباحثات مشتركة بين الرئيس السيسي ونظيره الكرواتي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية الاستراتيجية. دكتور مختار، بعد التحية، ما هي أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الكرواتي إلى مصر؟ يعني خلينا أقول لك، هي زيارة مهمة بالتأكيد، لكن هذه الزيارة هي زيارة تقليدية لمقابر الشهداء الخاص بالكروات في مدينة السويس، ومقبرة في ظل ذكرى سنوية، وكانت هذه المقبرة قد أقيمت خلال الحرب العالمية الثانية من 1944 ل 1949، حوالي 850 كروات، باعتبار أن كان هذه المنطقة هي مكان لإقامة الكروات في ذلك التوقيت. فحرص الرئيس الكرواتي على زيارة المقابر، ثم أتى إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل علاقات متميزة وخاصة بين مصر وكرواتيا. فمصر اعترفت بكرواتيا في أول استقلالها في 1992، ثم دارت رحى كثير جدا من المحادثات والمباحثات ما بين الطرفين، وصولا إلى حضور رئيس الوزراء الكرواتي لكوب 27 والتقائه برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والاتفاق على زيارة سوف يقوم بها خلال الأيام القادمة لتوقيع اتفاقية عدم الازدواج الضريبي. فهناك علاقات يعني مهمة ما بين مصر وما بين كرواتيا، والكرواتيا تحديدا تقدر مصر بحكم المقبرة الخاص بالرعايا الكروات اللي أقيمت في مدينة السويس، وهناك حرص كبير من كثير جدا من القادة الكروات على زيارتها في كل ذكرى خاصة به. تمام. دكتور مختار، في رأيك ما هي أفق التعاون المشترك بين مصر وكرواتيا على الصعيد السياسي، خصوصا في القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأيضا على الصعيد الاقتصادي؟ يعني خلينا أقول لك، كرواتيا كان هناك تهنئة من قبل مصر ليها بدخولها إلى منطقة اليورو في يناير 2023، وكرواتيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي الهامة، وكرواتيا دائما وعلى طول الخط مؤيدة لكل الحقوق العربية، ودائما كانت تقف بجانب الشخصيات المصرية اللي رشحت في مناصب على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي، وكرواتيا كانت مؤيدة على طول الخط لهؤلاء الشخصيات. علاوة على أنه مسألة توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي ما بين مصر وما بين كرواتيا اللي اتفق عليها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس الوزراء الكرواتي عند زيارته في أثناء مؤتمر كوب 27، أنا متصور دي تعزز آلية التجارة ورفع قيمتها
ما بين الطرفين خلال المرحلة القادمة. لكن هناك تقدير كبير من كرواتيا لمصر، وهناك تقدير لمصر لكرواتيا، بحكم أن مصر في هذا التوقيت بالذات تقيم محاور وعلاقات غير تقليدية، وإلى حد كبير جدا من الأهمية أن تفتح أسواق معها واتفاقيات متعددة معها. شكرا لك دكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف. وتشكل العلاقات المصرية الكرواتية مثالا حيا لقيم الصداقة والاحترام بين البلدين، لا سيما أن مصر من أوائل الدول العربية التي اعترفت باستقلال كرواتيا عام 1991، وشهدت السنوات الماضية تقدما ملحوظا على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي من خلال تبادل اللقاءات والزيارات رفيعة المستوى بين البلدين. على مدى 30 عاما تشكل العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكرواتيا مثالا حيا على قيم الصداقة والثقة والاحترام المتبادل. فمصر من أوائل الدول في العالم العربي التي اعترفت بالاستقلال الكرواتي عام 1991، إضافة إلى التوقيع على بروتوكول تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكرواتيا عام 1992. وتوجت هذه المحطات بالاجتماع البارز بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة كرواتيا السابقة على هامش اجتماعات الدورة 70 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي بشر بإرساء أسس متينة لعلاقات استراتيجية قوية في خدمة البلدين والشعبين. ويشهد التعاون الثنائي بين البلدين تطورا ملحوظا على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي خلال السنوات الأخيرة، وذلك خلال تبادل اللقاءات والزيارات رفيعة المستوى التي دائما ما يعبر فيها الجانب الكرواتي عن إشادته بالنموذج التنموي المصري، ويعتبره إنجازا فريدا في أفريقيا والعالم العربي بحنكة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أدار مختلف التحولات الرائدة التي شهدتها مصر وجعلتها محط تقدير واحترام، ما جعل بلاده تختار مصر شريكا استراتيجيا على مستوى القارة الإفريقية. وشكلت مشاركة كرواتيا في مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ مناسبة لمناقشة مستقبل العلاقات السياسية المتميزة وتفعيل التبادل التجاري والأهمية التي يكتسبها تعزيز التبادل الثقافي بهدف ترسيخ العلاقات الثنائية، فضلا عن الفرص المتاحة لتعزيز التدفقات السياحية من كرواتيا والارتقاء بها على الأقل إلى المستوى الذي وصلته بلدان أوروبا الشرقية. وتأتي زيارة الرئيس الكرواتي إلى مصر اليوم لتدخل العلاقات بين القاهرة وزغرب مرحلة جديدة من تكثيف التعاون على المستويات كافة من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين وجعلها نموذجا يحتذى به في التعاون الناجح بين بلدين يتطلعان إلى خلق مجال مشترك للسلام والاستقرار والتنمية. We'll be right back.
التقى السفير المصري في السودان هاني صلاح عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار وأطلعه على تفاصيل الورشة التي تستضيفها مصر وتضم 45 تنظيما وكيانا سودانيا بهدف تسريع العملية السياسية في السودان. استعرضت مع السيد مالك عقار عناصر والأفكار المصرية التي طرحتها الحكومة في مصر خلال الفترة الماضية لحلحلة الأزمة على الساحة السودانية، وشرحت له التفاصيل الخاصة بورشة العمل التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 2 ل 7 فبراير الجاري لإخواننا السودانيين. ذكرت ان يوجد حاليا حوالي 85 مشارك سوداني تستضيفهم مصر من حوالي 45 تنظيم وكيان سوداني مختلف، وان الامور بتسير بشكل طيب وعلى النحو المأمول والمرجو بإذن الله. وقال السفير المصري في الخرطوم إن 12 لجنة تشكلت على هامش الورشة التي تستضيفها القاهرة لدراسة الترتيبات الدستورية المستقبلية وتفاصيل العملية السياسية في السودان. تركزت مناقشات الورشة على الترتيبات الدستورية المستقبلية في السودان، أيضا على تفاصيل العملية السياسية، وتشكل على هامش هذه الورشة 12 لجنة معنية بكل تفاصيل العملية السياسية في السودان. أكدت أن مصر بتبذل قصارى جهدها لسرعة التوصل لحلول مرضية لكافة الأطراف، وتحدثنا أيضا عن الاتفاق الإطاري وعلاقته بورشة العمل التي تستضيفها مصر حاليا، وأعدت التأكيد على أن مصر بتدعم كل ما من شأنه التوصل إلى توافق وعملية تكون أكثر شمولا وأكثر استدامة، عملية سياسية تكون أكثر شمولا وأكثر استدامة في السودان. واصلت وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2590 عنصرا إجراميا، ومصر عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن. والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح وقتل ومخدرات وسرقة، وضبط معهم 907 قطعة سلاح ناري أبرزها 2 رشاش و149 بندقية آلية و112 بندقية خرطوش و35 مسدس و608 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 420 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3942 قطعة سلاح ناري بحوزة 3975 متهما أبرزها جيرينوف ورشاش و505 بندقية و380 بندقية آلية و218 مسدسا و2800
437 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و670 خزينة، إضافة إلى 6989 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 32 تشكيلا عصابيا، ضموا 103 متهما، قاموا بارتكاب 155 حادث متنوع. كما تم ضبط 518 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 301 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 521 متهما. كما تم إعادة 26 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,137,834 حكما قضائيا، من بينها 8,168 حكم جناية و 667,839 حكم حبس جزئي و 123,647 حكما مستأنفا و 1,039,051 حكم غرامة و 299,129 حكم مخالفة. ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى أكثر من 640 قتيلا ومئات المصابين. وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و 19 درجة على مقياس ريختر إلى انهيار العديد من المباني. زلزال شديد اقتربت درجته من 8 درجات على مقياس ريختر مركزه تركيا شعر به السكان في عدد من الدول من بينها سوريا ولبنان وقبرص. المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال إن الزلزال قوته 7.9 ووقع على عمق 10 كيلومترات، بينما قدرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية قوة الزلزال عند 7.4 قرب مدينة كهرمان مرعش بجنوب البلاد. ومن جهته قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عملاقة تسونامي نتيجة الزلزال. وقال شهود إن الزلزال استمر لا أكثر من دقيقة وأسفر عن انهيار العديد من المباني وسقوط عشرات القتلى والمصابين. وقالت السلطات التركية إن فرق البحث والإنقاذ في مختلف المحافظات بدأت أعمالها على الفور لانتشال الضحايا من تحت المباني المنهارة. وأكد وزير الداخلية التركي أن الأولوية هي للوصول للمحاصرين، مطالبا المواطنين بالتوقف عن استخدام الهواتف المحمولة. وقال إنه تم رفع درجة الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل طلب المساعدات الدولية. أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقال إن جميع الأجهزة ذات الصلة في حالة تأهب بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ، وأعرب عن أمله في النجاة مما وصفه بالكارثة في أسرع وقت ممكن وبأقل قدر من الضرر. وفي دول الجوار أفادت وسائل إعلام رسمية سورية أن عددا كبيرا من المباني انهار في محافظة حلب، فيما قال مصدر في الجهاز الحكومي في حماة إن عدة مبان انهارت هناك. وقال شهود إن الناس في دمشق وكذلك في مدينتي بيروت وطرابلس اللبنانيتين خرجوا إلى الشارع سيرا على الأقدام واستقلوا سياراتهم للابتعاد عن مبانيهم في حالة الانهيار. وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم، حيث شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية عددا من الزلازل أسفرت عن سقوط عشرات القتلى وانهيار مئات المباني.
ومع تواصل جهود البحث عن ناجين في أعقاب الزلزال، انتشلت قوات الإنقاذ في سوريا طفلة من بين حطام مبنى في مدينة إعزاز بشمال غربي البلاد. وتسبب الزلزال في انهيار عدد من المباني التي عانت بالفعل من أضرار جراء القتال خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت قرابة 12 عاما. أعربت مصر عن خالص تعازيها وتضامنها مع تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة. وقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عزاءه للشعب السوري في ضحايا الزلزال المدمر، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لغوث المنكوبين جراء هذه الكارثة الإنسانية. في الوقت نفسه قال الاتحاد الأوروبي إنه سيرسل فرق إنقاذ ويستعد لمساعدة تركيا بعد الزلزال. وفي واشنطن قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء حكوميين اتحاديين آخرين بتقييم خيارات الاستجابة للمناطق الأكثر تضررا في زلزال تركيا وسوريا. سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في الساعة 3:17:38 صباح اليوم، سجلت هزة أرضية بقوة 7 درجات و17 درجة على مقياس ريختر على بعد 691 كيلومترا شمال مدينة رفح. أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد في بيان أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة التي استمرت لمدة دقيقة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات. وقال إن الهزة وقعت على خط العرض 37.3 درجة شمالا، وخط الطول 37.9 درجة شرقا، وعلى عمق 18.30 كيلومتر. ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا طارئا للجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات التابعة لرئاسة الحكومة في السرايا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالهزة الأرضية التي وقعت فجرا. وكان لبنان قد تعرض لهزة أرضية قوية تبعتها هزات ارتدادية فجر اليوم بشكل أثار الذعر في مختلف أنحاء البلاد، خصوصا في العاصمة بيروت ذات المباني شاهقة الارتفاع. أفاد بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أن قواته قتلت 5 من الفلسطينيين خلال محاصرة منزل قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل منفذي عملية إطلاق النار التي وقعت قبل عدة أيام في أريحة، إضافة إلى آخرين كانوا برفقتهم داخل شقة سكنية. استمرارا للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، قال جيش الاحتلال أنه قتل عددا من الفلسطينيين زعم أنهم مسلحون خلال مداهمة لمخيم عقبة جبرة للاجئين بالقرب من مدينة أريحة. هذه الليلة هي الليلة الدامية التي ارتكبت فيها جرائم قوات الاحتلال الجريمة النقراء بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث سجل عدد من الإصابات وهنالك معلومات متضاربة حول وجود شهداء أثناء تنفيذ العملية الإجرامية. وقال بيان لجيش الاحتلال إن المداهمة استهدفت مشتبه بهم في محاولة هجوم على مطعم في مستوطنة فريد ديريحو الإسرائيلية في 28 يناير. وأوضح البيان أن من وصفهما بمسلحين وصلا إلى مدخل المطعم قرب أريحة وفر المهاجمان في اتجاه أريحة بعد أن أطلق أحدهما النار باتجاه المطعم قبل أن يتعطل سلاحه. وفرضت القوات الإسرائيلية منذ ذلك الوقت إغلاقا محكما على المدينة، كما قامت بعدة عمليات دهم للمخيم لاعتقال المسلحين المشتبه بهم
من جانبه وصف محافظ أريحة جهاد أبو العسلة العملية الإسرائيلية بأنها جريمة بشعة، ودعا العالم لوقف هذا الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وتأتي المداهمة مع تصاعد حدة التوتر وسط مخاوف من مزيد من العنف، رغم دعوات للتهدئة من الولايات المتحدة وهيئات دولية منها الأمم المتحدة. يحل رئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف محل أوليكسي ريزينيكوف في منصب وزير الدفاع في أوكرانيا. ويعد ريزينيكوف أحد الشخصيات المعروفة في الحرب في أوكرانيا، وكان قد عين وزيرا للدفاع في نوفمبر 2021 وساعد على توفير أسلحة غربية للقوات الأوكرانية، لكن وزارته شهدت فضائح فساد واضطر نائبه إلى الاستقالة نهاية يناير بعد اتهامات بأن الوزارة وقعت عقود إمدادات غذائية بأسعار أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من أسعار السوق. أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أن أول دبابة من طراز ليوبارد 2 تمنحها بلادها إلى أوكرانيا قد وصلت إلى بولندا، وأضافت أن بلادها ستقوم قريبا بتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام هذه المعدات مجددة تأكيدها على دعم كييف. يشار إلى أن كندا كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنضم إلى تحالف دبابات دولي وتنقل 4 دبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، كما وافقت كندا أيضا على شراء منظومة الدفاع الجوي ناسامز و200 مركبة مدرعة لأوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن معارك ضارية تدور في منطقة دونياتسك في الشرق مع تكثيف روسيا الضغوط قبل الذكرى السنوية الأولى لعملياتها العسكرية في بلاده. ثمة تقارير كثيرة تقول إن الغزاة يريدون عمل شيء رمزي في شهر فبراير الجاري في محاولة للثأر من هزائمهم طوال العام الماضي. لاحظنا زيادة في الضغط على مختلف قطاعات الجبهة، كما تتزايد الضغوط فيما يتعلق بالمعلومات. الأمور صعبة جدا في منطقة دونيتسك، استشهدوا معارك ضارية، لكن مهما كان الأمر صعبا ومهما كانت الضغوط هناك يجب أن نتحمل، ولا بديل أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا والنصر. علينا أن نستغل كل يوم وكل أسبوع في تعزيز دفاعاتنا على الجبهة وتعزيز وضعنا على الصعيد الدولي لزيادة الضغط على روسيا. لا تزال مدينة بخمود بؤرة ساخنة في القتال الدائر بين القوات الروسية والأوكرانية، حيث تشهد الأحياء الشمالية للمدينة معارك ضارية في الوقت الذي تطالب كييف الغرب بضرورة الحصول على طائرات مقاتلة في مواجهة الوضع العسكري الراهن. وزير الدفاع الأوكراني شدد على أن الأسلحة البعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا لن تستخدم لاستهداف الأراضي الروسية، بل ستستهدف ما سماها المناطق المحتلة فقط. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي أعربت عدة دول غربية عن قلقها من مخاطر تصعيد القتال الذي بدأ قبل نحو عام، وتحاول القوات الروسية منذ عدة أشهر السيطرة على المدينة الواقعة في شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن حدوث خسائر كبيرة على المستويين المادي والبشري. المستجدات الميدانية تأتي بعد أن حققت القوات الروسية مكاسب على الأرض في الأسابيع الأخيرة بعدما استولت على مدينة سوليدار الواقعة شمالي أوكرانيا. أما في مدينة خاركييف الواقعة شمال شرقي أوكرانيا فقد أصيب عدد من الأشخاص جراء هجومين روسيين استهدف وسط ثاني أكبر مدن البلاد وألحقت أضرارا بمباني سكنية وبمؤسسة للتعليم العالي، بحسب ما قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المدينة.
التطورات الميدانية في شرق أوكرانيا تأتي بالتزامن مع توقع دوائر عسكرية في أوكرانيا شن روسيا هجوما كبيرا في الشهر الجاري، وهو نفس الشهر الذي شنت فيه موسكو عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا قبل عام، مستندة في ذلك إلى قيام الروس بنقل مراكز قيادتهم ومستودعات الذخيرة الخاصة بهم بطريقة تجعل من الصعب على الضربات الأوكرانية كسر خطوط الإمداد الخاصة بهم. نشرتنا مستمرة معكم مشاهدينا، وفيها بعد أخبار الاقتصاد: إنقاذ أكثر من 180 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الإسبانية. الآن نتعرف على أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد، ونتحول إلى مجدة القاضي. إليك مجدة. شكرا لك شهاب، أهلا بكم مشاهدينا. أهم ما لدينا من أخبار عن الاقتصاد: رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة تستهدف التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وتوطين صناعاتها لتوفير المنتجات للمواطنين. مرحبا مجددا. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تهدف إلى توطين صناعة الزيوت في مصر مع التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لتوفير المنتجات للمواطنين مع التمكن من توطين الصناعة في الوقت ذاته. وخلال اجتماع لبحث التوسع في إنتاج الزيت الخام محليا، أشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل حاليا على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية عبر توفير التقاوي المطلوبة وكذلك تشجيع الزراعة التعاقدية. أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير قواعد القيد لتيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال. تتضمن التعديلات اختصار الإطار الزمني لكافة الإجراءات بداية من اعتماد الطلب وصولا إلى قيدها. وتسمح التعديلات للشركات المقيدة بإصدار برنامج لزيادة رأس المال على مراحل. صعدت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم وسط عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين المصريين والعرب. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.51 من الألف تريليون جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.67%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.47%. بحث وزير الإنتاج الحربي محمد صلاح مع وزير الاقتصاد الروماني فلورين ماريان أوجه تعاون مشترك. وأشار صلاح إلى اهتمام الدولة المصرية بتوفير بنية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في عقد شراكات استثمارية أكثر. من جانبه أكد وزير الاقتصاد الروماني أن مصر شريك أساسي لبلاده في القارة الإفريقية والمنطقة. أشاد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير بالجهود الكبيرة التي قامت بها المجالس التصديرية ونجاحها في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال عام 2022 على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية. وخلال لقائه مع رؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات والصناعات الطبية والطباعة والتغليف والأثاث، أشار سمير إلى حرص الوزارة على تعميق وتوطين الصناعة المحلية بما يسهم في توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة بالسوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن خطة لتدريب وتأهيل الشباب الراغب في العمل بمحافظة البحر الأحمر لضخ عمالة مدربة في 27 مصنعاً بالمجمع الصناعي بالغردقة. وخلال تفقده مجمع صنع في البحر الأحمر، وجه الوزير بالتنسيق والتواصل مع تلك المصانع وإعداد تقرير عاجل عن المهن التي تحتاج عمالة مدربة لضخها في تلك المصانع. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن من المقرر أن يحضر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الصينيان اجتماع مائدة مستديرة مع دائنين آخرين وبعض الدول المقترضة الشهر الجاري بالهند. وأكدت جورجيفا أن تخفيف الديون أمر بالغ الأهمية للدول المثقلة بالديون، داعية بكين إلى تغيير سياستها لأن الدول ذات الدخل المنخفض لا تستطيع الوفاء بالتزامات الدين. نهاية أخبار الاقتصاد في البانوراما، عودة من جديد للقراءة السياسية مع الزميل شهاب شعلان فإليه. شكرا لك مجدة. أنقذ خفر السواحل الإسبانية 181 مهاجرا كانوا على متن أربع قوارب
حسب ما أفادت وحدات الإنقاذ بجزر الكناري. ويغادر كل عام آلاف المهاجرين من شمال إفريقيا متجهين إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل. وتشير الأرقام الرسمية إلى عبور 566 مهاجرا إلى جزر الكناري عبر القوارب خلال شهر يناير الماضي، فيما وصل نحو 15,682 مهاجرا إلى نفس الجزر خلال العام الماضي. شهد عدد من محافظات الجمهورية موجة من الطقس السيء، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بأنها ذروة الموجة السيئة وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة ونشاط للعاصفة الرملية واضطراب حالة البحر المتوسط. وأشارت خرائط الطقس إلى ارتفاع الأمواج 6 أمتار فوق سطح البحر المتوسط لأول مرة منذ بداية الشتاء. وقال خبراء الطقس إن 48 ساعة القادمة ستكون الأصعب في شهر طوبة الذي ينتهي غدا الثلاثاء. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود، بعد التحية، لو تطلعنا على تفاصيل هذه الموجة ومتى ستنتهي وأبرز المحافظات والمناطق التي تتأثر بها حاليا أو متوقع تأثرها خلال الساعات القادمة. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. بالفعل بتشهد البلاد اليوم ذروة حالة جوية غير مستقرة بدأ تأثيرها منذ ساعات الأمس على الجزء الشمالي الغربي من الجمهورية، وامتدت اليوم لتشمل كافة مناطق الجمهورية. هذه الحالة الجوية سببها هو وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط مع وجود امتداد لمنخفض جوي آخر في الطبقات العليا للهواء. المنخفض ده بيؤثر بشكل مباشر على البحر المتوسط والجزء الشمالي من جمهورية مصر العربية ومناطق من بلاد الشام وشمال شبه الجزيرة العربية. أبرز العناصر المصاحبة لهذا المنخفض الجوي هو نشاط الرياح اللي بدأنا نلاحظه منذ ساعات الصباح الباكر بشكل ملحوظ على كافة مناطق الجمهورية، وأدى بالفعل إلى إثارة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من الجمهورية، وأدى أيضا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. متوقع ان شاء الله ان يستمر معنا هذا الطقس حتى نهايه الغد الثلاثاء ان شاء الله. يستمر معنا اضطراب في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، وارتفاع الموج بيتراوح ما بين 5 إلى 6 متر. ايضا نشاط الرياح بيعطينا مزيد من الاحساس ببروده الطقس. وعلى ذكر بروده الطقس، بالفعل بدانا نشهد بدايه من اليوم انخفاض ملحوظ في درجات الحراره على كافه مناطق الجمهوريه. فمتوقع ان العظمى اليوم على القاهره والسواحل الشماليه والوجه البحري وحتى شمال الصعيد تكون 16 درجه مئويه على اعلى تقدير. ومع نشاط الرياح اللي ملاحظينه طوال ساعات النهار هنستشعر بدرجات حراره اقل من ذلك ان شاء الله. مع انخفاض درجات الحراره وسرعات الرياح بتوجد معنا تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على كافه الجزء الشمالي من الجمهوريه. بيتساقط معها الآن بالفعل أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري، قد تصل خفيفة خلال الساعات القليلة القادمة إلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى. مستمر معنا هذا الطقس بالأمطار ونشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة واضطراب في الملاحة البحرية حتى نهاية غدا الثلاثاء إن شاء الله. لكن بداية من يوم الأربعاء إن شاء الله متوقع أن تعتدل سرعات الرياح على كافة مناطق الجمهورية وتعود حالة البحر المتوسط إلى الحالة الطبيعية، وتنحصر فرص الأمطار على السواحل الشمالية، ولكن بيستمر معنا انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي على الأقل. تمام، ولكن متوقع أيضا دكتور محمود غدا استمرار أو تساقط أمطار أيضا سواء على بعض المحافظات وصولا إلى بعض محافظات القاهرة الكبرى. بالفعل فرصة الأمطار مستمرة اليوم وغدا بأمطار من متوسطة لغزيرة على كافة محافظات الساحل الشمالي بداية من مطروح والإسكندرية غربا وحتى دمياط وبورسعيد وشمال سيناء من ناحية الشرق. هتمتد الأمطار تدريجيا إلى مناطق الوجه البحري، وكلما تقدمنا إلى الداخل هتصل الأمطار خفيفة حتى تصل خفيفة إلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى، بتكون على فترات متفرقة وعلى مناطق متفرقة أيضا. هل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تواصلت مع المحافظات اللي هتشهد غزارة في تساقط الأمطار لاتخاذ إجراءات أكثر احترازية لمواجهة هذه الأمطار؟
بكل تأكيد قبل حدوث الحالة بوقت كافي تم تفعيل غرفة الأزمات هنا داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتزامن مع غرف الأزمات اللي تم انعقادها في المحافظات المعنية بتساقط الأمطار وبموجة الطقس الجامح. بالفعل بيتم تخصيص متنبئ لكل محافظة على حدة بيتابع معها حالة الطقس لحظة بلحظة وبيتابع معها آخر التطورات من خلال صور الأقمار الصناعية ومن خلال محطات الرصد اللي بيتم توزيعها بشكل كامل على مختلف مناطق الجمهورية. شكرا لحضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كنت معنا عبر الهاتف. نشرتنا مستمرة معكم مشاهدينا، وفيها بعد أخبار الرياضة، معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم اليوم فعاليات دورته 54. على مر العصور تسجيل التاريخ والأحداث والمعلومات كان بهدف التخليد والمعرفة. قدماء المصريين سجلوا تاريخهم على جدران المعابد عشان كده وصل لنا وعرفناه. الأهرامات متسجلة بأسماء الملوك اللي بنوها من زمان، وإحنا بنسجل تاريخنا وممتلكاتنا. مفيش حاجة تسجلت وضاعت عشان سجلناها في الوقت المناسب. الأغنية، شهادة الميلاد، حتى أرقام تليفوناتنا، فما بالكم بأصولنا وممتلكاتنا. سجل بيتك وأرضك عشان تحفظ حقك وتستفيد من ممتلكاتك. لو سجلت بيتك أرضك تقدر تطور نفسك، تاخد قرض، تستثمر، تزود دخل. سجل وبلاش تقل. يختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات دورته 54 اليوم بعد أن شهد إقبالا جماهيريا كبيرا من الأسر المصرية التي حرصت على التوافد إلى المعرض للاستمتاع بما يقدمه المعرض من خدمات وفعاليات ثقافية متعددة. على مدار 12 يوما متواصلا استقطب المعرض أكثر من 3 ملايين زائر، وتميزت دورة هذا العام بالعديد من اللمحات أبرزها المنصات الرقمية التي كانت حاضرة بقوة إلى جانب الكتب الورقية بمنصات تفاعلية رقمية. شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية بهدف تقديم خدمات جماهيرية للأسر المصرية من خلال مراكز الشباب في جميع محافظات مصر. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الأهلية وقيادات وزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم المدني بالجزيرة. الجامعات الأهلية الحقيقة لها دور مجتمعي عميق وكبير جدا، وإحنا وزارة الشباب والرياضة مستهدفاتها كبيرة، وعندنا استراتيجية وطنية للشباب واستراتيجية وطنية للرياضة، لكن مؤسساتنا أيضا ممتدة في ربوع الدولة المصرية، اللي يمكن صورة ذهنية كبيرة ليها هي مركز الشباب. بنشتغل بشكل كبير جدا على تطوير الشكل والموضوع والمضمون لمركز الشباب، علشان من البداية كده قلنا احنا عايزين نحوله الى مركز خدمة مجتمعية. يهدف البروتوكول الى شراكة ما يزيد عن 40,000 جمعية ومؤسسة اهلية لتقديم خدمات اجتماعية ورياضية للأسر المصرية والأسر الاكثر احتياجا والشباب وجميع أفراد الأسرة المصرية داخل 5,000 مركز شباب حول الجمهورية. التكامل ده هيؤدي إلى نتيجة تبقى جيدة جدا، يعني في كافة المجالات، يعني مركز شباب لها ملاعب، الشباب الجمعية الأهلية يستفيدوا بيها، الجمعيات الأهلية لها مقرات الجمعيات المركز الشباب يستفيدوا بيها، ممكن تعمل أنشطة مشتركة، عايزين مثلا نعمل قوافل طبية، عايزين نعمل قوافل تنموية، عايزين نعمل مشروعات لتمكين الشباب وتدريب الشباب وتأهيل الشباب. تحويل مركز الشباب إلى خدمة مجتمعية متكاملة، من رياضية، من طبية، من تموينية لأسرية، لدعم نفسي للأسر، في حاجات كتيرة هتتقدم. جهود كبيرة تبذلها الدولة لتعاون المؤسسات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني والأهلي للصالح العام
وتمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم وتبادل الخبرات والتكامل مع مراكز الشباب. توأمة حقيقية وأنشطة واقعية رياضية ومجتمعية لخدمة المجتمع بأسره والشباب خاصة لتمكينهم وخلق فرص عمل لهم من أجل بناء جمهوريتهم الجديدة. من مركز التعليم المدني بالجزيرة، عبد الحميد فقر، النيل. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الكرواتي بقصر الاتحادية. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 1300 قتيل، ومصر تعرب عن تعزيها واستعدادها لتقديم المساعدة. استشهاد 5 فلسطينيين في عملية دهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب أريحة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، قدمناها لكم من النيل للأخبار. إلى اللقاء.